أولى محطاتنا الصباحية مشاهدينا، ليلى حنروح لمعرض إكسبو اللي تم اختتام فعالياته أول أمس، وكان هو بنسخته الأولى في سوريا وكان مدته 5 أيام. طبعا هذا المعرض كان هو فرصة جدا مهمة من الناحية الاقتصادية، وشارك فيها العديد من الشركات التجارية والصناعية. تماما يا رشا، ورح نحكي اليوم عن بشكل خاص عن قسم السياحة اللي شارك واللي ضم كثير من الحرفيين بهذا المعرض، مع ضيفنا لليوم الأستاذ عدنان تنبكجي شيخ كار وأمين سر هيئة مدربين حاضن الدمر المركزية للفنون الحرفية. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ عدنان، يعطيكم صباح الخير. وأنا باسم حاضن الدمر كمان نترحم على الشهداء، الله يرحمهم، والله هيك يا رب يصبر أهاليهم. آمين يا رب. اليوم المصاب واحد، نحن دائما كسوريين صحيح. يعني إن شاء الله هيك بتعم الخير والسلام لسوريا الحبيبة. ننتقل لمعرض إكسبو ونحكي اليوم عن المشاركة الخاصة لحضرتكم ضمن منتجاتكم بحاضن الدمر. والله نحن باسم الحاضنة طبعا كمان بنوجه تحية لوزارة السياحة اللي أعطونا الفرصة أنه نشارك بجناحهم، ومنوجه تحية للاتحاد العام للحرفيين على هذا التنظيم الرائع بما يخص الجناح. مشاركتنا كثير مهمة، نحن التحف بكل أنواع بشتى أنواع التحف والحرف اليدوية كثير مهمة أن تكون بكل المعارض مو بس بإكسبو، لكن هذا المعرض المميز وبانطلاقته الأولى، وإن شاء الله مثل ما سمعنا أنه حيكون دوري كل سنة رح يكون، ولو إجا شوي متأخر لكن حسب الظروف بعتبره أنا جيد جدا وفرصة كثير مناسبة، على أنه كل حرفي مبدع عنده إبداعه يحط هاي التحفة الفنية من شان تتسوق بشكل جيد. منتجنا ما بده التسويق، سابقا في تسويق كتير حلو لكن هذا الانقطاع خفف الامن والامان بالنسبة للمستثمر اللي بده ياخذ هاي القطع الفنية ان كان من الدول الصديقة او الدول المجاورة. بعد ما رجع الامن والامان تعززت الثقة، يعني بأثناء الانقطاع بالحرب الظالمة على سوريا كان يصير تواصل عبر الوسائل التواصل الاجتماعي. لكن التحفة ما عم تبين بشكل جيد مهما كان في تكنولوجيا. احنا تحفنا بتحكي فيها روح، لذلك وقت صار هذا المعرض وبيجوا الناس اللي بيحبوا هاي التحف الفنية ويعملوا أوردرات عم يشوفها بإيده ويفتلها بكل جوانبها، ممكن يطلب قياس أكبر قياس أصغر، وخاصة بصير بيلقن الحرفي شلون الطلب اللي بده إياه، لأن هذه التحف الفنية ما هي قطعة صناعية أبدا. أنه بيعطينا مقاسات بالطول بالعرض إلى آخره، بينما وقت بيكون قدام عينه القطعة عم تكون في استقطاب أكثر وبصير مناقشة أكثر وبصير توثيق أكثر. الحمد لله كل الأمور بخير، تنظيم المعرض رائع. أنا حضرت كثير معارض حتى بأوروبا، نحن ما بنقل أبدا عن أوروبا بهذا التنظيم. شكر كل القائمين على هذا المعرض، حضور رائع وزادونا البهجة أكثر. السيد وزير السياحة وإدارة المعرض، السيد وزير الصناعة، السيد وزير الاقتصاد، رئيس الاتحاد، السيد رئيس الاتحاد العام للحرفيين، الأستاذ لؤي شكو كان مرافقنا بكل المعرض. كان في نسيج وفي تلاحم بين الحرفيين الحاضنة هاللي سواء كانوا من السياحة أو من الاتحاد العام للحرفيين. عرس جماهيري رائع، عملنا حفلات بسيطة، صرنا نتبادل الثقافات والأمثال الشعبية، وإن كان من حلب ولا من حمص ولا من السويدة ولا من القادية، من كل المحافظات تعرفنا على الناس جداد، تبادلنا الثقافات الحرفية. ما حبينا انه يخلص هذا المعرض. ان شاء الله يا رب الف عافيه، كل عام وانتم بخير للمعرض القادم ان شاء الله. اليوم اذا بدنا نحكي عن هذا المعرض اكيد له ضروره وكثير اهميه كثير كبيره، وخصوصا يمكن بالنسبه للحرفيين. خلينا نحكي اكثر عن هي الاهميه. دورنا احنا طبعا بتصير تحرك للورشات، هلا الاهتمام واضح وصريح وعلى ارض الواقع بالنسبه للمنشات متناهيه الصغر. المشاريع الصغيره اللي موجوده بالحاضنه يعني أوردرين ثلاثة كبار بيحركوها لتصير أنه منشأة متوسطة، بعدين بتصير منشأة كبيرة، بعدين بتصير عملاقة لكل ورشة من الورشات. الاهتمام هذا يعني وقت عم يكبر نتيجة التلاحم اللي عم يصير بين الحرفيين والتواجد كل الحرف مع بعض البعض. ما بقى في داعي أنه الواحد ينطلق برات الحاضنة مشان إذا واحد عم يشتغل قطعة فنية مثلا فيها أكثر من حرفة بنفس الحاضنة عم يتكون هذا المنتج الحرفي الإبداعي.
ومهمين لحنا نكون موجودين لأنه كمان منحرك موضوع الاقتصاد، الاقتصاد بيعني لنا وبيحرك موضوع يعني الورشات، وقت الورشات بتنطلق للأهالي، الأهالي بيحركوا السوق، يعني هي عبارة عن كتلة متلاحمة مع بعض البعض من الصغير للكبير بهذا المجتمع اللي لحنا في بما يخص الحرفيين وأهالي الحرفيين وأسر الحرفيين. نعم أستاذ عدنان، دائما نحن اليوم بعد سنوات الحرب على سوريا دائما كان الهدف الأول هو تحريك العجلة الاقتصادية والتحبيب والترغيب بالمنتج السوري، واليوم حضرتكم ما قصرتوا، يعني رغم كل الظروف اللي كنتوا عم تمرقوا فيها كنتوا مستمرين. نعم. بالإمكانيات المحدودة خلينا نقول. نعم. اليوم هذا المعرض يعني استقطب آلاف الناس وكان في زائرين من دول. نعم. خارجية، يعني كان في جنسيات عم تشوف اليوم المنتجات السورية. شو أهم اليوم المنتجات اللي بتخصكم اللي كانت مشاركة بضمن إكسبو؟ لحنا بصراحة السوق المستهدف تبعنا هلي دول الخليج، لاحظنا أنه في لهم حضور سواء من أشقائنا بالكويت أو من السعودية، حتى الدول المجاورة الأردن، جانا من العراق، العراق شريك استراتيجي للمنتجات الحرفية، يعني أنا حسب معلوماتي جانا ناس كمان أجانب، جانا كمان السيد السفير الأبخازي، كمان عملنا معرض بأبخازيا شي بيرفع الرأس، وإجا عادنا الذكريات منوجه له التحية، جانا السفير الباكستاني. يعني باكستان دولة متقدمة بالصناعات الحرفية، بس إجا سعادة السفير وشاف هاي الحرف اليدوية وعمل أوردرات صغيرة مشان تشجعنا، ووعدنا بوفود كبيرة انه تزور الحاضنه ان شاء الله، بكره حتكون في وفود جاي عن الحاضنه عن طريق السفارات. هذا دور كثير حلو بتبادل المعلومات، تبادل الثقافات، وقت عم يشوفوا المنتج كمان هن عم يكونوا الواجهه للحرف اليدويه السوريه. يعني بكل المقاييس نحن زوارنا، والسيد محافظ اجى، الاستاذ بشر اليازي اجى، ناس كبار كثير مهمه اجت عم ينقلوا هاي الصورة الحقيقية لهذا الحرفي البسيط اللي عم يصير وينطلق للعالمية. لحنا حرفنا وصلت للعالمية، لكن بدنا كمان الحرفي ينطلق بالمعارض الخارجية مثل ما كان أول، ونوعدنا كتير وإن شاء الله يا رب يتحقق الوعد. العجلة عم تمشي ببطء لكن في تمكين، نحن بالخطوة الأولى عم نتمكن للخطوة الثانية أكثر والثالثة، عم نشوف أوردرات ولو كانت بسيطة، بس الحرفي وقت بيشتغل قطع أحيانا يعني خلينا نقول بلشنا تماما إن شاء الله. تماما، يعني في وفود الحمد لله. احنا كمان نعتبر انه الموضوع الدعاية والإعلام بتلعب دور كبير، احنا دعاية وإعلام أوردرات. أوكي. يعني رائع جدا المعرض، وإن شاء الله يا رب على طول احنا مثل ما انه ننجح برا لازم ننجح بمعرض بخصنا اللي هو خلينا نقول الأول لكن ما راح يكون الأخير، وكل معرض راح يكون افضل من اللي قبله ان شاء الله. اليوم اكيد بعد سنوات الحرب الطويله يمكن اختلف واقع الحرف لمده معينه بسوريا، لكن هلا اكيد تغير كثير، عم يرجع وعم ترجع الحرف السوريه لقلقها. خلينا نحكي برايك انت كيف عم يكون اليوم واقع الحرف السوريه؟ القلق رجع، حكيتي يا حضرتك القلق رجع، سوريا متالقه عن احنا بنحكي بالحرف اليدويه وبكثير شغلات، بس بما يخصنا القلق رجع. هلا الحرب اكيد ظالمه وقعدت سنوات، لكن الحرفي ما توقف ابدا. الفرق كثير كبير بين الصناعي وبين الحرفي، مع التحيه لكل الصناعيين. المصنع اذا راح مشكله كبيره بيوقف الانتاج، بينما الحرفي راحت ورشته ونحن شفنا راحت الورشات، بينما الايادي موجوده. صح. يعني عم ترجع القلق ما بيطول، يعني هي عبارة عن مواد أولية أكثرها موجود بسوريا، والفكر إحنا بدنا الفكر وبدنا أيادي الحرير اللي عم تشتغل بسوريا، إنه بكل المحافظات عنا إبداع، يعني إبداع يعني لا يوصف، وبشهادة الزوار يعني سجل الزوار واضح تماما، وكله عم يذكر الحرف اليدوية، يعني كان وجودنا كثير حلو بشهادتهم، وان شاء الله المستقبل واعد، المستقبل القريب واعد بتحريك كل الورشات. نعم. المشاريع الصغيره ومتناهيه الصغر الى انه نصبح عملاقه، وبعدين بصير سوريا ولاده على الحرف الصغيره، كمان بتردوا بينطلق من متوسطه لتصير كبيره، ورشات مصغره بعدين بتكبر الموضوع، وخاصه الدورات. يعني هلا طالع عنكم كمان انا رايح من الاستديو على الدوره، الدوره بتوعد بتبشر بالخير،
هذا التعليم الحرفي اللي احنا عم بتوجيهات من السيد رئيس الاتحاد والسيد الوزير راح لنا دورات وزير السياحه بنوجه له التحيه. يعني اليوم في اهتمام كثير كبير على هي الدورات اللي عم تكون ولاده، خلينا نستقطب 50% من الدورات انه يفتحوا ورشات صغيره ومتناهيه الصغر اللي احنا بخير. أكيد أستاذ عدنان، اليوم شهادتنا فيكم مجروحة، مثل ما حكينا ببداية الحديث أنتم كنتم من الأشخاص الداعمين والمصرين على السير بعملية دعم الحرف السورية التقليدية اليدوية. بالمعرض كان في رسالة جدا واضحة من السوري للخارج، نحكي عن هي الرسالة. الرسالة وصلت، الرسالة أنه نعطيه للي بده ياخد أوردر في امن وفي امان. نعم. كان وبعدين انت عم تشوف بعينك الاوردر وفي كلام موثق بده يكون بالنسبه للتحفه اللي بده ياخذها ويعمل اوردر عليها بكل المقاييس بالطول بالعرض بالماتريال كله عم ينكتب وانت عم تشوف قدام عينك، ما عاد في شيء مخبى عكس ما كان بسنوات الحرب انه يطلب الاوردر على الفيسبوك او على الواتساب الى اخره او على الايميل، بينما هون عم يشوفه قدامه وبعدين عم ياخذ شيء موثق وبيدفع مثلا قسم صغير من وفيما بعد بياخذ الاوردر بامن وامان وفي ضمانات. نعم. اليوم في ضمانات وحتى هيئة دعم وترويج الصادرات اليوم عم تلعب دور كتير كبير بوزارة الاقتصاد انه تهيئ وتشجعنا على انه المنتج يصل بشكل جيد. رسالتي الثانية لأصدقائي وزملائي الحرفيين انه هي التحفة الفنية اللي عم نتعب عليها شهور، احيانا تحفة واحدة بتقعد شهر او شهر ونص. نحن بدنا نعمل باكينج بشكل جيد اكثر حتى ما يصل المنتج عن طريق الشحن مكسر او غير مطابق للمواصفات، هو بيكون مطابق للمواصفات بشكل جيد لكن بدنا نسخه شوي ولو بدنا نحمل صاحب الاوردر حتى باوروبا بيقول لك القطعه هيك سعرها والباكيت الجيد سعره كذا، الباكيت لا نرضى لازم كحرفيين الا بالباكيت الجيد، صندوق محكم والفلين والبوب هذا النايلون، ولو كان احنا اذا ما رضي صاحب الاوردر نحط يحط هو الثمن نحن بنحطه حتى تصل التحفه بزهوتها، لكن اذا ما كان هذا الحكي ممكن يصل قسم منه مكسر وبيحمل المسؤوليه للحرفي، الحرفي شو ذنبه؟ صحيح. لذلك بننصح انا رسالتي بكل محبه وبوجه لهم تحيه لكل الحرفيين بكل سوريا انه الباكيت تبع التحفه الفنيه يكون ولو سخينا شوي لو خسرنا شيء بسيط لكن بنعوده فيما بعد. اليوم إذا بدنا نحكي عن الاستفادة اللي حققتوها من خلال هذا المعرض، هل فعلا حققتوا استفادة وكيف كانت النتائج؟ الفائدة عادة معظم المعارض احنا بصراحة نتحمل أعباء، بينما نوجه تحية ثانية لوزارة السياحة انه هذا المعرض مجاني، المكان مجاني وكمان في اجتهاد انه الدكتورة سمر كمان مديرة المهن اعطتنا المواصلات مجانا، يمكن هي اهم خطوه كثير حلوه انه ننقل التحف تبعنا، بتعرف اليوم في تكاليف مجانا، حطوا لنا سيارات خاصه لنقل البضائع، واهم في الموضوع للموظفين تبعاتنا بالاجنحه عملوا باص كمان مجاني، يعني شو بدنا احسن من هيك؟ كمان زادوا الدعايات وجابوا لنا ناس على السوشيال ميديا وحتى الاعلام الداخلي وحتى الدول الصديقه كمان، كله ابدا ما كان في تكليف، التكاليف عم تكون صفر، المكاسب كثيره، المكسب الاول اللي احنا كسبنا خبرات، المكسب الثاني دعايه واسعه على نطاق واسع لكل دول العالم، يعني معرض دولي بامتياز، المكسب الاهم كمان انه عملنا اوردرات، البعض ما عمل لكن فيما بعد حيعمل لانه توزعت كروت كل حرفي لناس مهمه لتجار مهمه من كل الدول الصديقه، حتى بيهمنا كمان احنا بسوريا سوق كبير، احنا تحفنا مرغوبه جوات سوريا وخارج سوريا، وشو بدنا احسن من اجانا كمان تمثيل دبلوماسي جيد من السفراء الدول الصديقه معظمهم اجوا لعنا. خطوة جدا مهمة استاذ عدنان، حتى لو كانت يعني بينقص بعض الشيء اللي انتم كنتوا حابين يكون موجود، ولكن كونه نحن عم نحكي عن النسخة الأولى فأكيد النسخة الثانية حتكون أكثر تطور. اليوم حكيت عن رسائل جدا مهمة، ويمكن أهم رسالة إنه هي نثبت للعالم إنه نحن كسوريين ورغم كل الظروف اللي مرقنا فيها نحن مستمرين واقفين عم نشتغل، يعني ضمن حتى بسنوات الحرب كانت العجلة شغالة ولو ببطء، ولكن القطاع الصناعي والنسيجي كان عم يشتغل بشكل جيد ضمن إمكانيات دائما نحن بنقول محدودة. اليوم شو حاضن الدمار عم تحضر لنا؟ ونحن دائما نحن متعودين عليكم
لمشاريع جديدة؟ والله هلأ إحنا بتعرفي أحيانا بيصير بالمعارض غيرة إيجابية. أنا بركض على الغيرة الإيجابية. أنا غرت من طمعات الأجنحة المواد الغذائية، غرت استاذاتنا إيجابي بس طبعا غيرة إيجابية ما شاء الله عليهم. هن عندهم أنه عم يزوقوا المنتج، عم يعرضوا المنتج بشكل جيد مثلنا، استقبال رائع وفي كثافة الحمد لله الله يرزقهم، يعني عملوا أوردرات جيدة جدا. لحنا منزوق بالنظر. نعم. فعلا كان الزوار يستمتعوا بالتحف ويتصوروا. يمكن الصور أنا برأيي وصلت لكل دول العالم. الصور والرسائل، ورسائل صغيرة يبعتوها للخارج أنه أنا عم بتصور على هذا كرسي من الصدف، عم بتصور قدام قطعة من النحاس، مراية من النحاس مثلا. عنا نقول اليدوي إخواننا بحلب كمان وجه لهم التحية، نواعير حما يعني من سويدا أجانا العمل القش اليدوي الرائع اللي ما له موجود ولا بدولة بالعالم. صحيح. الحمد لله الأمور كانت بخير، حققنا كثير 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 بهذا المعرض. نحن بدنا المعرض القادم يكون احسن. يعني بدي اقول في اخطاء؟ والله ما في اخطاء، بكل شفافيه. عاده الواحد يستفاد بالمعرض، المعرض اللي بعده بشوف اخطائه، لكن نامل انه الاشخاص اللي اجوا يرجعوا يشوفوا مره ثانيه التقدم، وندعي ناس اكثر من دول ان شاء الله، يعني بكل دول العالم والدول الصديقه يجوا يشوفوا هذا الابداع السوري، ونشجعهم على الاوردرات. وجه تحيه لكل سفرائنا بالخارج انه كمان يوصلوا الرسائل عندهم على هاي التحف الفنيه، ويجتهدوا بالملحق التجاري بكل سفاره على انه يعملوا اوردرات مع الحرفيين، لانه فعلا شيء بيرفع الراس. ولحنا نستحق ايضا، لحنا لنا دور كبير بدور انه ندور العجله الاقتصاديه، وهذا الحكي حصل. وجودنا مهم بالمجتمع. أكيد. الحرفي اليوم بأيادي مثل ما قلت، هلا المصنع وده ينتقل من مكان لمكان، إذا راح لا سمح الله بيوقف. لحنا مشكلتنا أهون أنه ما بتتوقف المنتجات حتى إذا اشتغل بيته، لأنه في تحف فنية رائعة عم تصير من البساطة. نعم. يعني بالأخير بتلاقي كتلة عملاقة فيها روح فن تحف عم تحكي. هون الورشة يعني فينا نقول عنصر بس ما له كتير مهم مثل المصنع، لأنه الورشة اللي احنا وتنتقل من مكان لمكان لو تهدمت، الحرفي السوري بيصنع ورشة بأي مكان بيمجد. هم الإيد العاملة موجودة يعني تماماً، ومحبة الإيد والفكر للعمل. تماما. أكيد. بالختام بدنا نشكر حضورك معنا وهي الجهود المثمرة اللي عم يقوموا فيها كل الحرفيين. أكيد بدنا نوجه لهم تحية. شكرا كتير لك أستاذ عدنان. الله يبارك فيكي، وشكرا لكم، وتحية لفريق عملي. إن شاء الله يا رب القلق على طول موجود. آمين يا رب. وسوريا على طول مزدهرة، وهي بالبقلة المعارض. المعرض القادم إن شاء الله بيكون أحسن إن شاء الله. شكرا أستاذ عدنان لحضورك اليوم، ومن خلالك هيك بدنا نوجه تحية لكل الأشخاص والحرفيين شيوخ الكار ضمن حاضنة دمر. متمنى هيك السنة القادمة تكونوا حققتوا الشيء اللي كنتوا عم تطمحوا له بالنسخة الأولى من إكسبو. شكرا لك. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا.